اليوم نحن في انتظار صدور قانون العضوي للجمعيات الجديد الذي اليوم هو قيد الإثراء، وهذا القانون الذي ساهم فيه المرصد الوطني للمجتمع المدني سيكون قانون كفيل بتبني الكثير من انشغالات المجتمع المدني، وسيكون في مستوى طموحات الحركة الجمعوية لأن يكون قانون يسهل إنشاء الجمعيات، يسهل أداء دورها ويرفع العديد من العوائق والعراقيل التي كانت تعيق دور العمل المجتمع المدني. أيضا فيه قانون البلدية وقانون الولاية الذي يساهم المرصد الوطني في اللجنة التي تعكف على إعداده من أجل إدراج المجتمع المدني كشريك مع الهيئات المحلية المتمثلة في المجالس البلدية والمجالس الولائية والإدارة المحلية، أيضا حتى يكون المجتمع المدني مساهم في الشأن العام على المستوى المحلي ويكون أيضا وسيط بين المواطن وبين الإدارة العمومية. في أيضا العديد من مشاريع القوانين التي تمثل اليوم بيئة قانونية هامة ستعزز من أدوار المجتمع المدني وستكون أيضا حل للعديد من التحديات التي كانت تواجه المجتمع المدني في أداء مهامه على كل المستويات.